السلام عليكم خوتي خواتاتي فيديو جديد ان شاء الله من الدروس ديال البروميير بكالوريا لو طرافاي اي لينيرجي سينيتيك بقات لينا لا بارتي نيميرو 3 درنا في لا بارتي نيميرو 1 كنا درنا الدرس ديالنا درنا فيه شنو هي لينيرجي سينيتيك شنو هو الانترودكسيون الحوايج اللي غنحتاجهم في التمارين بزاف هضرنا على ان لينيرجي سينيتيك فيها جوج انواع فيها ترانسلاسيون فيها روتاسيون طريقه الحساب ديال ترانسلاسيون طريقه الحساب ديال روتاسيون هضرنا على جي ديلتا كيفاش كنحسبوا في كاع الحالات في لا بارتي نيميرو 1 La partie numéro 2, هضرنا على تيوريم ديال الانرجي سينيتيك وطبقنا في ليكزيرسيس نيميرو 2 وخدمنا دابا حد الان كنا درنا ليكزيرسيس نيميرو 1 وليكزيرسيس نيميرو 2 درنا ليكزيرسيس نيميرو 1 وليكزيرسيس نيميرو 2 فهاد لا بارتي اللي بقاو نورمالمون دابا الدرس راه ساله هاد البارتي اللي جاي لا بارتي نيميرو 3 لا بارتي نيميرو 4 غادي يكونوا خاصين فقط بالتمارين في دوك لي بارتي اللي انت غادي تكون فهمتيهم قبل نوصيك على حاجه وحده بانه اي درس في فيزياء انا فهمته ما كيكفيش انك تفهم الدرس ها انت فهمتي الدرس خاصك تخدم تمارين بزاف ولا فيزيك كل ما كتخدم تمارين اكثر كل ما كتفهم الدرس اكثر وهذا كيخليك تجي يسهل عليك الدرس اكثر لاحظ انه فاش كتفهم الدرس كتمشي كتخدم تمرين كتولي تحس بان ديك الفقره في الدرس زاد لصقاتك مزيان زدتي فهمتي اكثر نبدا على بركه الله مع ليكزيرسيس نيميرو 4 باقي لينا فقط ليكزيرسيس نيميرو 3 و 4 و 5 انا غنسبق ليكزيرسيس نيميرو 5 عاد نرجع للفقرات ديال ليكزيرسيس نيميرو 3 ليكزيرسيس نيميرو 4 نبداو على بركه الله مع ليكزيرسيس نيميرو 4 هو يطلع لكم الصوره ديالو حاول دير بوز لا فيديو كتب معطيات ديال التمرين وكمل معنا حضر مع محاوله وكمل معنا لا فيديو ولا حاجه اخرى غادي تلقاو تما كاينه في اليان ديال لا ديسكريبسيون غتلقاو تما كاينه التمرين ممكن تيليشارجيو وديروا مع محاوله وكمل لا فيديو ديالك لا بارك الله انسكي ديسوند واحد المتزحلق ديسوند ينزلو ان بونت اون لين دووات سور ان ديستانس ا بي ايغال 200 متر هو نازل لينا من ال بي بواحد المسافه 200 متر لا بونت في ان انغل الفا عندنا الزاويه الفا شحال كتساوي 20 دوغري افيك لوريزونتال او بوين ا هادو قلت لكم بقاو تردوا لهم البال مزيان بقاو احتاجيهم في التيوريم ديال الانرجي سينيتيك قال لك سافيتاس اي تي نول هايا على ريفي او بوين بي سافيتاس اي تي 30 كم باغ اور رد معايا البال هنا راه حتى في التمرين اللي فات ما عطاوناش السرعه بالوحده ديالها المتر بار سكون ديما كيعطيني السرعه كيعطيها لي بالوحده ديال كيلومتر بار اور وفي لابارتي نيميرو 1 هضرنا على كيفاش تحول من كيلومتر بار اور المتر بار سكون كديفيزي على 3.6 الوغ نكملوا التمرين ديالنا لا ماس ديسكيه هي ام كتساوي 80 كيلوغرام لونسومبل دي فورس دو فروتمون كو سوبيت لو سكي ايكيفالون ا ان فورس اف باراليل او سول مي اوبوزي او سونس دي موفمون ديك مجموع القوى المطبقه على هذا في الحاله ديال ار فهي مكافئه لواحد القوه ار معاكسه لمنها هنا نبغيك تفهم واحد الحاجه بسيطه شي ملي تيكون عندك لو طرافاي نول هادي مفاهمين عليها كتكون عندنا اف كتساوي زيرو كنا قلنا في لابارتي نيميرو 1 بانه لينيرجي لو طرافاي دو ار كيكون كيساوي زيرو ملي كتكون شنو سون فروتمون كيكون ديفيرون دو زيرو مي كتكون افيك فروتمون مادام هو قال لي كاينه قيمه ديال اف مادام كاينه قيمه ديال اف يعني هنا لو طرافاي راه كاين يعني هنا راه كاينه افيك فروتمون هذا التمرين هذا راه افيك فروتمون داكشي علاش قال لك هنا اف او سول اوبوزي او سونس دي موفمون كاين عندك واحد القوه اف جاره لك معكس منحى الحركه اول سؤال سهل في فقط داك الدرس اللي فات الدرس ديال لو طرافاي اي لا بوسونس قال لي ريبريزونتي لو سكيي عاود رسم لي انت لو سكيي في الورقه ديالك اييه avec les différentes forces qui agissent sur lui et non mais ses forces. قال لك رسم لي داك السكي اها ومثل لي عليه القوى وسمي لي هاد القوى هادي انا غنعتبر كانني رسمت انتما غادي ترسموا بسرعه الشكل في الدفتر ديالكم وغادي تمثلوا عليه هاد القوى هادو كي ديما كنوعدكم كل فيديو تيكون فيه مسطره مختلفه على الفيديو اللي قبل الفيديو ديال اليوم جبت لكم نصف دائره ما عمرنا خدمنا بها الوغ كي نديرو نمثلوا ديك القوى ركز معايا مزيان لو بوا ديما كيجر الجسم فين كيجرو لتحت يعني انا ملي نبغي نمثل هنا لو بوا كي غندير ليه غنجي فهاد البوان هادي هنا وغادي نجر واحد لو بوا في لو سونتر ديال داك السكيه وغادي نجر واحد القوه هنا لتحت ونسميها شنو نسميها لو بوا بي لاحظ معايا واحد الحاجه راه ما حسبناش لو بوا هو لو بوا ما نحسبو حتى السؤال الثاني يعني ما غاديش ناخذ انا واحد السلم مثل كلمه بغيتي ما كاينش اللي حاسبك لانه هو ما عطيك السلم ولانه اصلا انت باقي ما حسبتيش لو بوا باش انت تاخذ واحد السلم بغيت نمثل اير قلنا اير في الفيديو اللي قبل الا كانت افيك الا كانت سون فروتمون كتكون اير عموديه الا كانت افيك فروتمون كتكون اير مقاومه عكس المنحى وكتمر من الجي يعني في هذه الحاله ومادام هو افيك فروتمون غتكون عندي اير دايره هكا وهاد اير راه هي مجموع ديال واحد جوج القوى راه اير كتعرفوها راه ديجا قريتوها انتم راه عندكم واحد الجسم مثلا كيتحرق فراه كتكون عندكم المجموع ديال ا ديال هذيك القوه اير اللي كيخرج لك في الحاله ديال فروتمون تكون هي مجموع ديال جوج قوى كاين ار ال وكاين ار تي وهاد ار تي راه هي اف
داكشي علاش قال لنا هو وهذه هي ار توتال ديالهم جوج المجموع ديالهم جوج كيعطينا ار يعني كتكون عندنا ار هي المجموع ديال اش ديال ار ان بلس ار تي وهذه راكم قريتوها ديجا في طرون كومون ولكن دابا ما كنانسيستوش عليها بزاف في البريمير باكالوريا داكشي علاش قال لي هنايا ديك ار غنبقاو نمثلو حنا باش غنبقاو نمثلو بواحد القوه اف لان هي اصلا المجموع ديال ار ان مع ار تي دونك غتبقى ليا غا اف لانني غندير الاسقاط ديال ار تي غادي تعطيني زيرو هذا ما كيهمناش هادشي كامل اللي قلت فيه شيء كيهمنا فقط بانني نعرف نمثل الشكل هكا وعلاش درت ار اوبوزي حيت قال لي كاينه اف نكملوا السؤال ديالنا قال لي نومي سي فورس غنسمي لي هاد لي فورس هادو نقول لي كيسيون اكزرس نيميرو 5 كيسيون 1 اون فوار لا فيغور او بيان فوار لو شيما voir le schéma انا درت ليه البديه ديالي نكمل المعطيات ديالي مع نسمي هاد لي فورس دونك نقول لي بي لو بوا وزن ديال من عندي هنايا وزن لو سكي يعني ما تبقاش تسمي غير من عندك لو كور اس ولا هادو لا كترجع للمعطيات التمرين وكتشوف شنو السميه ديال داك الاخر اللي انت خاصك تمثلو القوه الثانيه لا فورس نيميرو 2 هي ار اللي هي لا رياكسيون دو لا تير تاثير السطح لا رياكسيون دو لا تير او بيان دي بلان نقولوا هنا لا رياكسيون دو لا تير تبقى هي صحيحه ماشي مشكل واخا نمشيو لا كيسيون نيميرو 2 كالكيلو لو بوا دي سكي اي ديتيرميني كي الانجل ال في افيك ا بي قال لك حسب ليا لو بوا ولو بوا راه ديجا درتو في الكاتريام اني ودرتو في طرون كوم وكتقراو ديما الوزن ديال الجسم راه حاجه ديال الكوليج ما كاين ما عندها حتى علاقه مع الدروس ديال بروميير باكالوريا كنقراو ديما اونا الوزن لو بوا لو بوا كنا كنرمزوا ليه في الكوليج كنرمزوا ليه باش بي وكنا تنقولوا بانه لو بوا بي كيساوي ديما شنو ام فوا جي يعني كي غندير نمثل لي انا هنا غنقول لي اون ا بي ايغال ام فوا جي جي توجور شحال كتساوي لينا جي كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام هي 9.8 10 دا مين ما عطيهاش لك هو خذ انت 10 ليشان دونك غنقول لي ام فوا جي كتساوي لي شحال هي لا ماس ديال لو كور ديالنا 80 اش كيلوغرام غادي نضربها في وجهي اللي هي 10 رد معايا مزيان بان الوحدات هذه كتكون بالنيوتن ملي كتكون هذه بالكيلوغرام وهذه كتكون 10 ولا 9.8 نيوتن باغ كيلوغرام يعني نتاكد واش الكتله بالكيلوغرام هي بالكيلوغرام مزيان واش هاد ان بنيوتن باغ كيلوغرام هي بنيوتن باغ كيلوغرام يعني اش غادي نقول لي انايا هنا غادي نقول لي بانه غنحسب هذه غنضرب 10 غنضرب 10 فوا 80 غتعطيني 400 شنو هي الوحده اللي تخرج بها النيوتن ديما كنقول لك اي تعبير في الفيزياء بدون وحده فهو بدون معنى ديما فاش تكتب شي حاجه حاول تانسيستي واش درتي ليها الوحده ديالها ولا لا شوف لا كيسيون نيميرو 3 باردون باغي ان ديتيرميني كي الانجل ال في افيك ا بي وهنا تبغي التركيز ركز معايا قال لك هاد ا بي هذا شنو هي الزاويه اللي داير لك لو بوين معاه يعني كنسولك انا على هاد لونجل هادي هاد لونجل اللي عندنا هنايا غنحاول نمثلو هنا مزيان هاد لونجل هادي اللي نسميوها حنا مثلا بيتا ركز معايا مزيان كي غندير لقاء انا هاد بيطا هاد دونك غادي ناخذ حنا هاد الشكل هذا غنحاول نكبرو انا هنا نيت في الورقه ديالي باش نعرف نجبد ديك لونغ هاد الشكل هذا بيان سيغ حنا غنديرو على اساس اننا خدامين في وقت الوسخ ديالنا كي غندير نخدم على داك الشيء غنجي نشد واحد المثلث ديالي هاد المثلث اللي كيبان لكم هنا هاد المثلث هذا غنحاول نمثلو انا هنا مزيان غنقول ها انتم راه عندي هذا نازل هكا نقدر نمثل هذا هكا ما كيهمنيش عندي هاد الزاويه ديالي اللي هي الفا وعندي هنا عمودي ديالنا عندي هاد لونغل هادي سميتها بيتا وعندي هاد لونغل هادي سميتها الفا وعندي هادي شحال كتساوي هنا 90 دوغري قلت لقى ليا هو شنو لقى ليا هاد لونغل بيتا وكتقراوها من السابع يعني ديما تنقراو بانه مجموع زوايا المثلث شحال كيساويو 180 غتقول لينا اونا عندنا هنا اونا غنقول ليه بيتا بلس الفا بلس 90 دوغري ايغالا 180 دوغري الا بغيت انايا بيتا ديالنا لونغل اللي كيتفي نقول هي 180 موان الفا موان 90 غتعطينا 180 موان الفا شحال كتساوينا الفا في 80 كتساوي 20 موان 90 عطينا لا فالور 70 دوغري وهذه هي بيتا ديالنا انا لقيت بيتا دونك كيسيون 1 و 2 لاحظتي راه ما كاينش شي حاجه مرتبطه بالدرس اللي قريتي ديال لو طرافاي لا بويسونس وهكا لو طرافاي اللي انرجي سينيتيك غالبا الاسئله الاولين تيكونوا ما عندهمش علاقه مع الدرس انما تيكون عندهم علاقه مع الدروس اللي قبل ومع لي كومبيتونس ديالك المكتسبات ديالك كيسيون نيميرو 3 كالكيلو لو طرافاي دي بوا او كور دي موفمون اب والو غتمشي للملخص غتشوف الشكل ديال المسار كي داير
غادي تهز داك لو طرافاي ديالك لو بو تحطو لي شان في الجواب. راه ما كاينش شي حاجه، راه اسهل حاجه راه هو الفيزيك، راه ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك غنقول ليه اونا كيسيون نيميرو 3 اونا بصفه عامه نقول لكم لو طرافاي دي بوا فهو كيساوي يا بلس يا موا، المهم انا نرجع داك بلس ولا موا فوا جي فوا اش. واش ندير بلس ولا موا؟ تنقول لكم ديما الا كان الجسم طالع ديال موا كان نازل دير بلس. شوف لي هنا هاد السكي واش نازل ولا طالع، هو غادي من الب يعني راه هو نازل، مادام نازل غندير هنا شنو بلس هاد اش اللي هنا باش نعوضها. شوف الملخص انا هزا نقول لي اونا سينوس الفا كيساوي اش سور اب، دونك اش كتساوي لينا شحال ا بي سينوس الفا. مزيانه نكمل الخدمه ديالي، نهز هاد اش اللي جبت هنا نعوضها هنا تولي لي هاد لو بوا بي. كنقل من الملخص، ما شوف كنقل ما كندير ما كنزيد والو، فقط تكون نظمت انت الملخص ديالك فحال هكا ام جي فوا ا بي فوا سينوس الفا. ساهل التمرين، نديرو ابليكاسيون نيميريك. دابا نعوضو بالمعطيات ديال التمرين، غنشوف لاماس ديال السكي شحال. لاماس ديال السكي ديالنا 80، غنقولو لي طرافاي بي ايكالا 80 كيلوغرام فوا جي اللي هي 10 فوا لا ديستونس ا بي كيساوي لنا شحال 200، ولكن خصو يكون بالمتر، فوا سينوس ديال الفا اللي هي السينوس ديال 20 دوغري. باش كيخرج لينا هاد لو طرافاي دي بوا، غيخرج لينا ديريكتومون بلا فالور بالجول. غنحسبو هادشي هذا وغيعطينا القيمة ديال 4723.22 جول، ولا نديرو غا فيغكول 2 جول. أنا حسبت لو بوا لو طرافاي دي بوا. كيسيون نيميرو 4، ديتيرميني لينيرجي سينيتيك دي سكيي الاريفي أو بوان بي. قالك حسب ليا لينيرجي سينيتيك ديال السكيي ملي وصلينا للنقطة بي. هنا غنمشيو نشوفو العلاقة ديال لينيرجي سينيتيك. راه سوا كتحسبها بهاد لا غولاسيون اللي هي شنو؟ اللي هي واحد على جوج ام في او كاري، ولا كتحسبها بواحد على جوج جي دلتا اوميغا كاري. هنا ملي كيكون في ازاحة، هنا ملي كيدور كيدير غوطاسيون، انا السكي ديالي مادام هو نازل فهو كيدير ليا واحد لا ترونسلاسيون، يعني غنعوض بهاد العلاقة. غنقول لي كيسيون 4، اون سي كو نعلم ان لينيرجي سينيتيك او بوان بي ايكال شنو؟ نكتب العلاقه ديريكتومون، ان دومي ام فوا في ديال لو بوان بي او كاري تيكال ان دومي فوا. غنشوف شحال هي لا ماس ديال السكيي، فهي 80 كيلوغرام فوا لا فيتيس. لا فيتيس هي 30 في لو بوان، قالك على ريفي او بوان بي وصل ليا البوان بي بشحال وصلنا؟ وصلنا ب 30 كيلومتر. غندير 30 غيباش هي بالكيلومتر بار اور. واش انا قلت لكم هذه خاص تكون بالكيلومتر بار اور؟ قلت لكم خاص تكون بالمتر بار سكوند، لا ماس بالكيلوغرام، ولكن هذه بالمتر بار سكوند باش تخرج لك الانرجي سينيتيك باش بالجول. شنو قلت لكم التحويل من الكيلومتر بار اور للمتر بار سكوند؟ كنقسموا على 3.6. لاحظتوا خدمنا جوج تمارين ما استعملناش فيهم المتر بار سكوند، دونك غنقول لي 3.6 لو تو على بويسونس 2. غنعوض وغتعطيني لا فالور 2.8 فوا 10 على بويسونس 3 جول، وهذه هي الانرجي سينيتيك او بوان بي. احنا حسبنا الانرجي سينيتيك او بوان بي. مزيانه قلنا شحال من سؤال باقي لينا؟ الكيسيون نيميرو 5. في الكيسيون نيميرو 5 قال لنا دوني ليكسبرسيون دي تيوريم دو لينيرجي سينيتيك ابليكي او كا دو سوسكيي. عطيني العلاقه ديال التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك في هذه، وهي البارتي نيميرو 2 اللي قلت لكم ركزوا لي على التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك شناهي. ها هي التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك اش كتقول لنا؟ كتقول لنا هنايا انه لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك دان ايتا انيسيال فيغ ان ايتا فينال اي ايكالا على سوم دي ترافو او بيان دي ترافاي دو تو لي فورس اب اكستيريور. المهم هي العلاقه ديالها. نقول لك كيسيون نيميرو 5 اونا ولا اون سي كو نعلم ان دلتا او سي من ليطا انيسيال فيغ ان ليطا فينال ايكال على سون ديال لي ترافو من ليطا انيسيال ليطا فينال ديال لي فورس ابليكي على الجسم ديالك. هنا كتشوف راسك شنو هي الحاله البدئيه في التمرين ديالك. منين بدينا حنا الحركه؟ فقط قلت لكم راه هنا فين غنطلب منك شويه التركيز. ركز معايا مزيان اش غادي ندير. غنقول هنايا تو سامبلومون انيسيال مين بدا ليا هو الحركه؟ بدا ليا الحركه من ا، هنا نسميها دلتا او سي ديال لو بوان ا جيسكا لو بوان بي. فين وصل؟ كيساوي مجموع الاشغال. شنو هما الاشغال اللي عندك انت هنايا؟ تقول لي المهم نعوضوا العلاقه لو طرافاي ديال من ليطا ا ليطا بي ديال لو سكيي ديالك.
نشوفوا شنو هي دلتا او سي من ال بي. كنقول لك سير فين وصلتي، هي او سي ديال فين وصلتي ناقص او سي ديال مين بديتي. فين وصلتي انت؟ وصلتي ل بي، غدير دونك هي او سي ديال لو بوان، هي او سي ديال لو بوان بي ناقص او سي ديال لو بوان ا كيساوي مجموع الاشغال. شنو هما الاشغال اللي عندك؟ عندك الشغل ديال لو بوان بلس الشغل ديال ار، وهنا عطيتو لا غولاسيون ديالنا تو سامبلون. نورمالمون هاد التمرين هذا فيه خمسة ديال لي كيسيون، ولكن انا غادي نزيدكم كيسيون 6 و 7 باش تضبطوا الخدمه ديال هاد العلاقه مزيان، صعبوا شويه الاسئله. نورمالمون دابا انت صافي راك ساليتي التمرين، راك الا فهمتي هادشي راه مزيان. هادشي اللي غادي نزيدو نسمي اضافه، ولكن راه اضافه مهمه انك تفهمها. نبداو على بركه الله مع الاسئله. Alors question numéro 6, qu'est-ce que déterminer l'expression du travail de R. Atteigne ta habir dial le travail dial R. Hna tout simplement غادي نمشيو نرجعو للكور ديالنا la partie numéro 1. نقولو question numéro 6 نبداو في الاجوبه ديالنا. قال لك لو travail de R، قلت لكم على حساب. الا قال لك هو avec frottement غتقول لي لو travail de R ناقص F fois AB. الا قال لك سخون frottement كتقول لي لو travail de R كيساوي 0. هنا انت من خلال التمرين ديالك قال لك ها انت l'ensemble des forces de frottement qu'on subit ou qui est équivalent à une force F parallèle au sol. Madame, عندك F فدونك راه عندك R معاكس لمنحة، دونك راه عندك لو travail de R. نقولو دونك عندنا avec frottement، نقول لي on a ou là on sait que le travail de R est égal à moins F fois pardon à moins F fois AB. تعطينا التعبير ديال لو travail de R. حنا عطينا ليش التعبير، نقول لي هنا شنو الغولاسيون ممكن تزيد تبر هنا. هادشي هذا من جا بالضبط، فقط اللي غيبغي يزيد يبرهن. كنهضر على اللي بغي يزيد يبرهن. يقول لي on sait que le travail de R égal à هو القوة ديال R مضروبة في AB ليشان كمتجهة، كتساوي شنو؟ كيساوي المنظم ديال R في هاد الحالة اللي هو غيكون عندنا على شكل R، غيكون عندنا على شكل F fois AB فوا الكوسينيس ديال بي، لان غيكون بيناتهم واحد بي. اما هادشي راه غير مضطر انت باش تبينو، راه ليشان كتقول لي لو فخوتمون، لان الدرس سميتو لينيرجي ما مضطرش انني نزيد هادشي هذا. هادشي اللي زدتو هنايا، هادشي اللي زايد هنايا، سوا درتيه سوا ما درتيش. ليشان عطيه لو ترافاي دو ار كيساوي ناقص اف فوا اف. نمشيو لا كيسيون نيميرو 7، قال لك دوني لا فالور دو اف، وهنا فين كاينه الخدمه. الوغ ركز معايا هنا مزيان اش غادي ندير. نرجعو لا غولاسيون ديال لينيرجي سينيتيك. كنا قلنا La variation d'énergie cinétique, après la question numéro 7, on a dit la question numéro 7. On a, d'après, la question numéro 5, la question numéro 5, je vais vous dire la question numéro 5. On a EC de B, EC de A, égal à le travail de poids plus le travail de R. Alors, on a dit EC de B ou EC de A. هنا كي درنا في التمرين اللي قبل غنحاول نعطي القيمه ديال هادي، نعطي القيمه ديال هادي، نعطي القيمه ديال هادي، ونعطي القيمه ديال هادي، كل حاجه تحت منهم اونا، ونبدا نستف القيم ديالهم. ناخذ هنا ليسباس ديالي باش نعطيهم كاملين في دقه واحده اونا، ونعطي التعبير ديال كل وحده فيهم. بدا باش بدا مثلا ب او سي ديال بي، عندنا انطلاقا من لابارتي نيميرو 1 كتقول لنا او سي في النقطه مثلا ا كتساوي 1 على 2 ام في ا. الا كبغيتي او سي في بي دير 1 على 2 ام في بي بي، تقول لي اونا او سي ديال بي هي 1 دومي ام في بي اس 2. مزيانه هاد، غنشوف في بي شحال كتساوي في التمرين. واش عندنا في بي؟ راه عندنا في بي في التمرين. ها هي راه عندنا ديجا في بي في التمرين ديالنا، باردون عندنا في بي في التمرين ديالنا. ها هي في بي في التمرين راه عاطيه ليا هي 30 كيلومتر بار اور. المهم خليها ما غاديش نحسبوها. غنمشيو ل اس سي دو لو بوان ا كتساوي لنا شحال؟ هي 1 على 2 عاوتاني كي قبيله ام في ا اس 2. هنا كان قال لي هو A sa vitesse est unique، يعني في A شحال كتساوي؟ في A كتساوي زيرو، ولا كانت هذه زيرو غتمشي ليا أو سي ديال بي شحال كتساوي؟ كل أو سي ديال A كلها غتمشي ليا زيرو. أنا أو سي ديال A ساليت معاها، بقى ليا لو ترافاي دو بي. ترافاي دو بي ديجا حسبناه في التمرين، لا باقيين عاقلين، راه ديجا في الكيسيون نيميرو 3 كنا درنا لو بوا أو بيان لو ترافاي دي بوا. لو ترافاي دي بوا كنا قلنا هو ام جي أ بي سينوس ألفا، يعني عندي شنو هو التعبير ديالو؟ هو على شكل ام جي AB سينيس الفا. شنو باقي ليا؟ باقي ليا لو ترافاي دو ار. لو ترافاي دو ار شحال جبدناه؟
كيساوي موان اف فوا اب. هادشي كاع العلاقات اللي جبنا غنشد هادو كلهم كوحده نعوضها هنا في بلاصتها. غتبقى عندي لا غولاسيون هكا، هذا مشى ليا زيرو، غيبقى ليا ان دومي ان دومي ام. دابا راه كنعوض كلشي، كنعوض في هاد لا غولاسيون، هاد لا غولاسيون الجمع انا دابا جالس كنعوض فيها هنا نيت، كنشدها وجالس كنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. غتبقى ليا ان دومي ام فوا في بي اس اثنان كتساوي لو ترافاي دي بوا هو ام فوا جي فوا ا بي سينيس الفا ناقص اف فوا ا بي. دونك انا الا بغيت علاش كنقلب، فانا كنقلب على اف شحال كتساوي ليا. تو سامبلومون غنهز هادو كلهم غادي نديهم هنا، تولي ليا هي ان دومي ام فوا في بي اس اثنان موان ام جي فوا ا بي فوا سينيس الفا كيساوي موان اف فوا ا بي. بغيت نحيد هاد الموالين، ركز مزيان، غنضرب هادي كلها في ناقص واحد وهادي كلها في ناقص واحد، تولي ليا اف ا بي تيكال شنو؟ هادو غيتقلبوا، ملي نضربهم في الموال غيتقلبوا، تولي ليا ام جي ا بي سينوس الفا، وهذا غيولي من هنا غيولي ناقص واحد على جوج ام في بي اوس ايتان، لان هذا غيولي ناقص وهذا يولي عنده زائد، هذاك مول الزائد جبتو من هنا مول الناقص رديتو في هاد لاكوتي، بغيت هاد ا بي نتهنى منها، غنزلها تحت من هذا، ولا خذوها بالماتيماتيك كنضربوا في المقلوب ديال ا بي هنا. هي عندك تنسى الاقواس هنا، دير الاقواس هذا وضربو حتى هو في المقلوب ديال ا بي. غتقول لي دونك ليكسبرسيون ديال اف، شنو هو ليكسبرسيون ديال اف؟ هي ان دومي ا بي فاكتور دو ام جي ا بي سينوس الفا موان ان دومي ام فوا في بي اس اثنان. دونك غنعوض كلشي وغادي نعطيه بانه عطاتنا لا فالور. ديجا حسبنا ام جي فوا ا بي سينوس الفا، هيا راه كنا حسبنا ام جي فوا ا بي سينوس الفا، درناها في لا كيسيون هنايا، هيا عطاتنا لا فالور ديال، دونك غنسميها ليه 5 4 7 2 3.2 موان، وهاد لينيرجي سينيتيك ديجا تاهي حسبنا عطاتنا 2.8 فوا 10 لا بويسونس 3، كلشي مضروب في واحد على ا بي، و ا بي في التمرين ديالنا راه كتساوي لينا ديجا 200 متر مضروبه فوا 200 متر ديالنا، وغادا تعطينا ديك الساعة لا فالور ديال اف، غتساوي لينا اف 2.6 فوا 10 على بويسونس 2 نيوتن. راه حنا جبدنا ليكسبرسيون ديال اف ديالنا شحال كتساوي. هادو جوج اسئلة زدتهم فقط من عندي باش نكون درت التمرين الشامل لكاع الاسئلة اللي ممكن تعطاك في هاد الحالة ديال جسم مائي. وشتي هاد الحالة هذا شتي غير التمرين 5، ركز لي عليه مزيان، إلا باغي تضبط الدرس ديالك حاول تخدم هاد التمرين 5 اون فوا دو فوا تخوا فوا. الوغ نبداو على بركة الله مع التمرين الموالي. ليكزارسيس نيميرو 4. نبداو على بركة الله. ها هو غيطلع لكم التمرين دابا نيت في لاشين. غنقول لك كيسيون اه. اون سي كو نعلم ان، اون سي كو نعلم ان شنو؟ دلتا او سي من اللحظه للتيوريم ديال لينيرجي سينيتيك، او سي ديال من اللحظه انيسيال ليطا فينال كتساوي مجموع ديال لي ترافو ابليكي على لو كور ديالك من ليطا انيسيال ليطا فينال. هنا في هذه الحاله شنو هي دلتا او سي؟ منين بدا الجسم ديالي الحركه؟ بدا من ا غادي جيت بي، يعني غندير من ا فيغ بي. شنو هما لي ترافو اللي عندك؟ قال لك هويا خاضع فقط لو بوا ديالو، قال لك اون كونسيدر كو لو بوا اي لا سول فورس، راه هي الوحيده اللي كاينه. غندير لنا لو ترافاي دي بوا اثناء الانتقال ديالنا من ا الى بي. غنعوض هاد السي ديال من ا لبي تو سامبلومون، شنو هي؟ هي السي ديال فين وصلت، السي ديال بي موان السي ديال ا كتساوي شنو؟ لو ترافاي دي بوا. لو ترافاي دي بوا بصفه عامه اش قرينا عليه؟ ها هو لو ترافاي دي بوا، راه درنا ديجا في لابارتي نيميرو 1. قلنا لو ترافاي دي بوا هي بلس ولا موان ام فوا جي فوا اش، نقولو بلس ولا موان ام جي فوا اش، هو يا بلس يا موان. الا كان طالع موان كان نازل بلس، الكره هي ملي تيريتها انا الفوق واش هي طالعه ولا نازله؟ فهي طالعه. لان اش غادي دير ليها انت؟ غادي دير انت هنا موان موان ام جي فوا اش، اش شنو هي؟ هو هذا الارتفاع اللي خدا لنا الجسم ديالنا. اس سي ديال بي اس سي ديال ا غنمشي نحسبهم. اس سي ديال بي كتساوي تو سامبلومون كاين هنا واحد المعلومه واحده اللي كاينه، او سي ديال ا نديرو العلاقات ديالهم بجوج، او سي ديال ا شحال كتساوي لنا؟ او سي ديال بي هي واحد على جوج ام فوا في بي اس اثنان، وديجا عندنا هاد في بي حنا بغينا نعرفو هي فين وصل، وهاد او سي ديال ا هي واحد على جوج ام في في ا اس اثنان. واحد الملاحظه اسمع معايا مزيان، دابا تسيلو انايا ابليكيت اي واحد لافورس من طالع حتى القيمه القصويه حبس
وغيتمنازل. سمع واحد الكلمه قلت حبس. دابا انا اللي تيري تسير وغيتم طالع تيوصل لاقصى قيمه ويحبس ويتمنازل. شتي الكلمه اللي قلت يحبس. ملي الكره هي غتمطالعه توصل هنا للبي بي شحال تكون عندنا لا فيتاس بي بي؟ غتكون عندي بي بي كتساوي شحال؟ زيرو. لانه غيكون وصل هي غادي طلعت توصل هنا للقمه ديالها تحبس عاد تمنازله. يعني تكون في بي شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. دونك نقول ليه على هوتور على هوتور ماكسيمال في الارتفاع القصوي على هوتور ماكسيمال في ديال النقطه بي ايغالا زيرو. او غنجي نعوض هاد او سي ديال بي نعوض هنا بزيرو تبقى ليا كلشي كيساوي زيرو. ها او سي ديال بي كتساوي زيرو. يعني هاد التعبير هذا مشى ليا. غنكتب هنا شنو غيبقى ليا. غتبقى ليا فقط التعبير شنو غيبقى ليا؟ تبقى ليا هنا موا او سي ديال ا. شنو هي او سي ديال ا؟ واحد على جوج ان في ا اوس اثنان كتساوي موا ان جي فوا اش. هاد الموا مع الموا غتمشي معاها غتبقى ليا هنا واحد على جوج. وهاد الان غتمشي ليا مع الان غتبقى ليا واحد على جوج في ا اوس اثنان كتساوي جي فوا اش. انا بغيت نحيد هاد الجي من هنا. اش ندير؟ نضرب في المقلوب ديال جينا وفي المقلوب ديال جينا كي كنديرو ديما في الرياضيات ودرناها دابا نيت في التمارين بزاف. غنضرب هادي كلها غنضربها في واحد على جي وغنضرب هادي تاهي في واحد على جي. غتبقى ليا شحال؟ غتبقى ليا اش كتساوي هنا غنضرب هنا تبقى ليا في ديال ا اوس اثنان على جوج جي. نعوض كلشي بالقيمه ديالو. غادي نقول ليه هنا دو ابليكاسيون نيميريك نقول ليه اش كتساوي في اش شحال كتساوي؟ 10 هي بالمتر بار سكوند. مزيان نخليها متر بار سكوند 10 الكل اوس اثنان على جوج فوا جي. جي شحال؟ 10. ها هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. غنعوض هادشي هنا وغيعطيني القيمه 7.1 متر. السؤال علاش بالضبط درت المتر؟ الا كان هذا بالوحده العالميه وهذا بالوحده العالميه دابا باش يخرج لك بالوحده العالميه وكاين تلامذه كيعرفوا يختزلوا الوحدات وممكن تخدم بديك الطريقه. ولكن ديما سول راسك هذا بالوحده العالميه بمتر بار سكوند وهذا بالوحده العالميه 10 نيوتن بار كيلوغرام. دونك غيخرج لي الاخر هو بالوحده العالميه. بقى لنا الكيسيون نيميرو 2 لا فيتاس دو لا بيل لوغسك إل غوتومب أو سول. دابا ملي غادا تمراجع لي دابا من بي حتى لين حتى لهنا ماشي حتى النقطة أ حتى باش تضرب لي هنا في الأ. نسميو تضرب لي مثلا هنا في هاد النقطة ديالنا اللي هنايا اش تكون لا فيتاس ديالها؟ هنا فقط واحد الملاحظة كان خصني هنا ما نسميش بي لأنهم مسميين بي. أنا راه ما رديتش بال بأنهم مسميين لكم بي هنايا ديجا بي هنا يعني فين غتوصل الضربية في الأرض نسميوها بي. حنا ممكن نرجعو للتمرين ديالنا غنديرو حاجة بسيطة نسميو مثلا حنا هادي لا توصل ليا ليها الكرة ديالي نسميها مثلا أنا السي باش يكون زعما داكشي لو ونسميو حنا كاع بي بريم. هنا بريم دونك غنجيو هنا فين ما لقاو شي بي نسميوها مثلا بي بريم. هنا غتقول لي عاوتاني بي بريم صافي هادشي اللي كاين. غتسمي فقط ديك بي تسميها انت بي بريم بي بريم باش يكون داكشي لوجيك لانه هو سماو لكم هاد الارض اللي سماو لكم باش بالبي. دونك غادي نبداو على بركه الله الكيسيون نيميرو 2 غنطبق لي انرجي سينيتيك دابا من بي بريم للبي. غنقول ليه انا دلتا دلتا او سي من بي بريم الى بي كتساوي مجموع الاشغال من بي بريم نحو بي. مجموع الاشغال بيان سور ديال اف. غنعوض هاد او سي ديال من بي بريم لبي شنو هي؟ فين وصلت؟ وصلت لبي. غندير هي او سي ديال بي ناقص او سي ديال بي بريم كتساوي شنو؟ مجموع الاشغال. شحال من قوه عندي؟ عندي غير لو بوا هي اللي تمجره ليا الكره لو ترافاي دي بوا. كي ديما او سي ديال بي نمشي نحسبها بشويه ونحسب او سي ديال بي بريم. او سي ديال بي بريم شنو هي؟ راه كتساوي زيرو لانه كبيره. قلنا مادام هذه زيرو حسبنا قلنا بانه مادام هذيك زيرو غتمشي لكم او سي ديال بي بريم كلها كتساوي زيرو. يعني حتى دابا غادا تكون او سي ديال بي بريم كتساوي حتى هي زيرو. هاد او سي ديال بي بريم ديال بي اش تكون؟ هنا بعدا واحد الحاجه غنقولوا او سي ديال بي هي واحد على جوج ام فوا بي بي اوس اثنان. وهذه هي اللي كنقلبوا عليها. قلبوا حنا باش غادا توصل ليا لسطح الارض. هاد لو ترافاي دي بوا كي ديما نفس العلاقه ما كتبدلش هي بليس ولا موا ان جي فوا اش. واش ندير بليس ولا موا؟ شوف الا كان طالع دير موا كان نازل دير بليس. غنضرب على الجسم ديالي انا فاش غيتم نازل. انا قلت لك ما غيتم نازل يعني غندير هنا بليس. هادشي لي هنا ام مع ام وغادي نجبد ديريكتومون شنو هو في بي. غنقول في بي اوس اثنان على جوج كتساوي جي فوا اش. مزيانه هنا ما نسميوهاش اش نسميوها مثلا اش كبيره حيت هو راه غيضرب لي هذا الارتفاع ما يضربش غير هذا الارتفاع يضرب لي هذا اش كبيره كامله غادي يضربها. دونك غنسميوها مثلا اش كبيره
فوا اش كبيره وعندي ديجا هذا حتى هو سميتو اش دونك ممكن حتى انا نسميو هذا حتى هو نسميو نيت واحد اش بريم هذا اش بريم اش بريم دونك نبداو على بركه الله اش بريم هاد اش كبيره شنو هي اش كبيره من لهنا راه هي ديك اش بريم اللي ضربنا قبيله اللي جبدنا قبيله وهنا شحال هنا هنا واحد اش هذا هو الارتفاع ديال داك الشخص بيان سيغ واحد الشخص غير ميلي هاد الكريه هادي فهو غيكون عنده ديجا واحد الارتفاع من غادي يرمي ديك الكريه باش تطلع ليا حتى الفوق وتمنازله دونك عندي هنا اش كبيره نقول هاد اش كبيره اش كتساوي هاد اش كبيره اش كبيره راه عندنا هي شنو هي اش بلس ديك اش اللي جبدنا قبيله نسميوها مثلا بلس اش بريم وهاد الجير عندنا يعني شحال كتساوي شحال هو طول القامه ديال هاد الشخص هذا 2 متر او ماشي طول القامه ديالو انه غادي يرفع هو من اليد ديالو نقولوا 2 متر زائد اش بريم اللي حسبنا شحال 7 كانت خرجت لينا 7.1 يعني غيعطيني كلشي اش كبيره شحال كتساوي كتساوي 9.1 متر انا لقيت الاش وعندي جي 10 وهاد جوج نطلع انا نقول دونك لا غولاسيون كي غتولي تولي في بي اس 2 طلعت جوج هنا هي جوج جي فوا اش كبيره دونك لا بغيت في بي هي راسيم كاري ديال جوج جي فوا اش ونعوض كلشي هي جوج فوا جي هنا شحال 10 فوا اش كبيره اللي هي 9.1 راسيم كاري غادا تعطيكم القيمه ديال 12 متر بار سكوند وهذه هي لا فيتاس بي ديالنا ديال التمرين ديالنا حنا حسبناها تو سامبلومون متر بار سكوند علاش درتها بالمتر بار سكوند هذا بالوحده العالميه بالوحده العالميه غيخرج لي في بي بالوحده العالميه هادشي اللي كاين بالنسبه لابارتي نيميرو 3 كنظن دابا ديطيينا الدرس مزيان بقات شنو ناقصنا بقى ناقصنا تمرين واحد اللي هو تمرين 3 اللي فيه هاد القضيه ديال بي لا بويسونس وكاينه حاجه مهمه وهي البارتي نيميرو 4 اللي غيكون فيها ان شاء الله الفرض او مثال واحد الفرد كيفاش تحط لكم نورمالمون الفرد بالنسبه لهذا الدرس ديال انرجي دو ترافاي انرجي سينيتيك كنتمنى تكون الامور واضحه كنقول لك ديما تكتب انت التمرين ديالك محاوله ندير اخطاء نغلط نعاود نصحح نغلط نعاود نصحح نغلط نعاود نصحح حنا غاديين ولا فيديو عندك البوسيبيليتي انك تعاود الفيديو بليزيغ فوا ملي ما تفهمشي فقره تعاودها تفهمها الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم مرحبا بالانتقادات ديالكم بالافكار ديالكم بالاقتراحات ديالكم نيميرو الواتساب ديالي كونت فيسبوك ديالي غتلقاو تما كاينه في لا ديسكريبسيون اخر حاجه غتلقاو تما كاينه واحد الجروب ممكن انكم تدخلوا تما باش نبقاو نبارطاجيو فيه تما كاينه المعلومات ونحط لكم تما كاينه لي سيري الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم بون كوراج ا توس